خلال الساعات اللي فاتت كان في سؤال واحد هو محور كل وسائل الإعلام الأمريكية، وهو يا ترى دونالد ترامب هيقدر إنه يخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي جاية ولا لا. والحقيقة ده بعد ما تم إدانته في عدة قضايا أمام المحكمة، 34 قضية، إحنا بنتكلم عن 34 قضية، أشهرهم يمكن قضية أموال الصمت. وكل شبكات الأخبار الأمريكية بتتناول الموضوع من زوايا كتير الحقيقة. فنيويورك تايمز مثلا قالت أنه ترامب يقدر يدخل الانتخابات اللي جاية وفقا للدستور الأمريكي. نفس الموقف ده أخدته برضو شبكة السي إن إن، لكن فسرت أكتر وقالت أنه الدستور الأمريكي محدداته لدخول الانتخابات هم ثلاث شروط لأي مرشح رئاسي ما دام هو مواطن مولود في الولايات المتحدة الأمريكية، عمره مش أقل من 35 سنة، ومقيم في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 عام على الأقل. لكن الحقيقة أنه الواضح للجميع برضو أنه ترامب هو أول مرشح رئاسي أمريكي يدان في قضية جنائية وبيواجه تهم في 34 قضية. والكلام ده كله بيحصل وإحنا بنتكلم على أن احنا داخلين على الانتخابات الأهم في العالم، الانتخابات الأمريكية نوفمبر اللي جاي. خلينا نفهم مع حضراتكم ونقرأ ما يحدث. معنا دلوقتي على التليفون من واشنطن دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. أهلا بحضرتك يا دكتور. وكيف يرى القانون الأمريكي والدستور الأمريكي موقف دونالد ترامب من الترشح للانتخابات القادمة؟ تحياتي أولا. يعني لكن ليست هناك مفاجأة بالنسبة لما حصل في المحكمة. الدستور الأمريكي واضح وصريح في هذا الموضوع. يعني هذا الرجل يعني له الحق أن يترشح وأن ينتخب حتى لو كان بالسجن. يعني ممكن يكون بالسجن ويترشح وينتخب ويكون رئيس وهو في السجن، لأنه المتطلبات كما تفضلت هي في الدستور وهو يتمها. هذه القضية في نيويورك يعني محسوم أمرها، لأنه ولاية ديمقراطية، القاضي ديمقراطي، المدعي العام منتخب ديمقراطيا، وشخص مكروه جدا هذا الرجل، وتهم يعني ملفقة يعني قانونا. حتى الناس اللي ضد ترامب قالوا هذه تهم يعني جديدة، استعملوا كلمة نوفل يعني شغلة جديدة، لم يتهم أحد بهذه التهم قبل. ويمكن دي كانت تصريحات دونالد ترامب منذ قليل في مؤتمر صحفي له عن أنه القضاء غير عادلين والتهم ملفقة وغيره. لكن كمان ردود الفعل وإزاي هتتصرف الحملة الانتخابية لدونالد ترامب مع ردود الأفعال المتباينة حول ما يحدث مع هذه التهم، 34 تهمة أمام القضاء الأمريكي، ازاي هيكون التصرف في الايام اللي جايه علشان ده ما يؤثرش على الانتخابات الامريكيه؟ واحنا عندنا انقسام، ويمكن راي عام امريكي رافض لسياسات جو بايدن وفيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه والتعنت الشديد اللي بيحصل من قبل الامريكيين والمساعده اللي لا تنتهي للكيان الصهيوني في ظل ما يحدث من تفاقم للاوضاع في فلسطين. نعم، كما تفضلت هي قضية من القضايا، تشمل هذه القضية واحدة في نيويورك 34 تهمة، هذه قضية واحدة فقط، هناك قضايا أخرى أيضا، فهناك عدد كبير من التهم، ليس فقط 34 تهمة. يعني هذا الموضوع موضوع سياسي بامتياز، عندما يكون هناك مدعون عامون منتخبين في انتخابات، وهؤلاء هم ديمقراطيون، والولايات ديمقراطية، والمحلفين ديمقراطيين، يعني وهذا الشخص يعني يكرهون نسبة كبيرة من الديمقراطيين، يعتقدون هو هتلر. هناك انقسام في المجتمع الأمريكي، وهذه القضية تعزز هذا الانقسام وتعزز الانطباع عند جزء كبير من المجتمع الأمريكي أن القانون يستخدم كسلاح. وهذا المفارقة اليوم وهي الأساس، يعني هو أي أزمة شخص أصبحت أزمة نظام، لأن هناك عرف في السياسة الأمريكية عدم ملاحقة الرؤساء السابقين جنائيا. صحيح. وكان يمكن ملاحقة نيكسون ولكن فورد عفى عنه. يعني هناك سابقة هذا، يعني النظام تحول بحجة ترامب يلاحقونه، تخلوا عن عرف مهم جدا. وإضافة أنه رئيس أسبق، هو المرشح والقارع في البيت الأبيض، هو ديمقراطي يعني منافسه. يعني موضوع السياسة متداخل بشكل كبير مع هذا الموضوع، فهو ليس موضوع قانوني بحت إطلاقا. وبرأيك كيف ستتعامل حملة
دونالد ترامب مع ما يحدث وردود الأفعال في الشارع الأمريكي حول هذا، ويمكن الحديث عن الاستئناف خلال شهر، وأنه هذه الأحكام يمكن أن تصدر بعد جلسة نوفمبر، أي بعد الانتخابات. نعم نعم، هناك الحكم عليه وهناك الاستئناف المحكمة التمهيدية والمحكمة المحكمة العليا، فهناك عدة مراحل من الاستئناف، ولكن الأساس هو أن المجتمع منقسم. يعني هناك ناس تريد انتخاب ترامب وهناك ناس ضد ترامب، يعني المجتمع منقسم ديمقراطيين وجمهوريين، هناك اسماء صغيرة من المستقلين. لا جديد في موضوع ترامب، يعني الجميع يعرف هذه قضية سياسية، هذا المدعى العام الديمقراطي. فلا تغير، لا أعتقد تغير أي شيء، لأنه الديمقراط سينتخب بايدن والجمهوري سينتخب ترامب لأنه مرشحهم. فبغض النظر يعني الموضوع الجنائي هذا موضوع طويل، يعني لا جديد أنه ترامب عنده مشاكل جنائية، لا جديد في ذلك. يعني حضرتك شايف أنه ده لا يؤثر على المشهد الانتخابي؟ لا اعتقد سيؤثر، لانه مجتمع منقسم، وفي نهايه المطاف عندما يذهب للانتخاب في ترامب وفي بايدن، فليس هناك يعني خيار ثالث عملي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احسان الخطيب استاذ العلوم السياسيه بجامعه موري ستيت، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي.